معاك يا كابتن اسلام ابو كريم صاحب هاتريك 2 في لقاء الذهاب وواحد في لقاء العوده. ابو كريم الف مبروك على المباراه، الف مبروك على الصعود. الحمد لله، الف مبروك للنادي الاهلي بجمهور بمجلس اداره باللاعبين. الحمد لله كنا عازمين ان احنا نترشحوا من جنوب افريقيا، كنا عازمين وكنا وعدنا جمهورنا السنه اللي فاتت ان احنا ان شاء الله جينا سان داونز وناخذوا بالثار بتاعنا. الحمد لله اللاعبين الكل كانوا عند حسن الظن، قدمنا المطلوب ترشحنا، لكن ما زال هذه خطوه، ما زال عندنا خطوتين ان شاء الله باش نكونوا في النهائي. ان شاء الله البطوله هذه تكون من نصيبنا ان شاء الله. علي، على الجانب الشخصي، أيوم تفضل مواجهه النجم ام مواجهه الوداد؟ والله اي حد، مش باش تفرق معنا برشا، اي فريق باش يجينا باش نحاولوا ننتصروا عليه ونحاولوا نمشيوا للنهائي ان شاء الله. توقع لك هدفين في الذهاب وهدف في العوده. مراتي، خلي بالك كل مره اسجل معاك بتقول لي نفس والله بجد مراتي، حتى قبل الماتش قالت لي ان شاء الله هتجيب جول. الحمد لله.